السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا تلاميذ الصف الأول، نبدأ درسنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد اليوم، سوف نبدأ بمراجعة عامة للحروف السابقة التي تعلمناها في الدروس السابقة. الحروف لها أربعة أشكال. لنبدأ بأصوات الحروف. د د د د ملتصق، د منفصل. آ آ آ متصل، آ منفصل في نهاية الكلمة. الحرف أر 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 أر. لدينا الحرف المزعج أو 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 أو، وأيضا الحرف إز الذي يشبه حرف الأر بس في أعلى نقطة. إز 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 إز. هذه الحروف، ولدينا حرف سوف نتعلمه في الدروس اللاحقة وهو حرف الإذ اللي يشبه الد بس في أعلى نقطة. هذه الحروف ستة في اللغة العربية، أطلق عليها الحروف الرافسة، لا تستقبل أي حرف من هذه الناحية ولا تلتصق، غير ملتصقة، وإنما منها ممكن أن يأتيها حرف ملتصق. هذه الحروف ملتصقة لها أربعة أشكال: ب أولي، ب وسطي، ب آخري ملتصق، ب آخري منفصل. ردد معي عزيزي التلميذ: إن أولي، إن وسطي، إن آخري ملتصق، إن آخري منفصل. ت أولي، ت وسطي، ت آخري متصل، ت آخري منفصل. إي أولي، إي وسطي، إي آخري متصل، إي آخري منفصل. إم أولي، إم وسطي، إم آخري منفصل، إم آخري منفصل. إل أولي، إل وسطي، إل آخري متصل، إل آخري منفصل. ط أولي، ط وسطي، ط آخري متصل، ط آخري منفصل. إف أولي، إف وسطي، إف آخري متصل، إف آخري منفصل. ق أولي، ق وسطي في وسط الكلمة، ق آخري متصل، ق آخري منفصل. لدينا أيضا حرف الإس تعلمناه في الدرس السابق: فراس وأنيس وميسون. إس أولي، إس وسطي، إس آخري متصل، إس آخري منفصل. تعلمنا أيضا الهمزة، الهمزة في بداية الكلمة نكتبها على حرف الآ مع الفتحة A إي أو، وأيضا ساكنة إ إ، والهمزة جالسة على الكرسي لكسر ساقها، سوف نتعلمها في الدروس اللاحقة. تأتي في وسط الكلام، في وسط الكلمة، همزة وسطية. والهمزة التي تكتب على السطر نكتبها على السطر في نهاية الكلمة مثل كلمة ماء. أخذنا أيضا حرف الإل زائد الحرف الآ، الآ لا، المقطع لا، تكون لديه المقطع لا، تعلمناه في درس أولاد الآ لا. أيضا تعرفنا على همزة الوصل وتعرفنا على ال التعريف ال ال، وهمزة وصل تكتب ولا تقرأ. أيضا أخذنا الحركات الصغيرة، الفتحة والكسرة والضمة والشدة، تأتي مع الحركات مع الفتحة مع الكسرة مع الضمة، الشدة لا تأتي ساكنة. إذا كان الحرف ليس لديه لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة يكون الحرف ساكن، هذه هي حركة السكون. تعلمنا التنوين، أن تنوين الفتح فتحتين على الحرف آ في نهاية الكلمة، كسرتين تنوين الكسر في نهاية الكلمة، تنوين الضم أيضا في نهاية الكلمة. التنوين فقط يكون في الحرف الآخري، التنوين التنوين فقط في الحرف الآخري، لا يصح أن يكون التنوين في أول الحرف، في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، فقط التنوين في آخر الكلمة. درسنا لهذا الجديد هو حرفنا ضيف جديد هو حرف الإع. إع أولي، إع وسطي، إع آخري ملتصق بهذا الشكل، إع آخري منفصل. لنتعلم كيف نكتب الحرف، حرف الإع حرفنا الجديد، لنتعلم كيف
حرف الإع يكتب بهذا الشكل على السطر الأول من الورقة: إع أولي، إع وسطي، فاتحة ذراعيها لاستقبال حرفين من أول الكلمة وفي وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. إع آخري متصل يكتب بهذا الشكل، وإع آخري منفصل. هذا هو حرف الإع. إع. أيضا نتعلم حرف الإع مع حروف المد، نكتبها أيضا في أعلى الورقة، والطالب يبدأ بملء الورقة كاملة بعد كتابة الحرف بأربعة أشكال: إع آ عا، إع أو عو، إع إي عي. لدينا الحركات القصيرة نتعلمها أيضا: ع مع الفتحة، عو مع الضمة، عي مع الكسرة. نتعلم الحرف أيضا مع التنوين: عين عن، تنوين الفتح، عون أن عن مع تنوين الضم، عين عن مع تنوين الكسر. هذه هي المقاطع والحركات، سوف نكتبها ورقة كاملة عزيزي التلميذ ونقرأها يوميا مع مراجعة الحروف السابقة. درسنا لهذا اليوم يتحدث عن صديقنا سالم. سالم عمله مزارع، مزارع لديه بستان واسع وكبير، ولدينا أيضا صديقنا بديع. بديع لديه فلفل وورد. هذا الفلفل والورد، والد بديع يقول: أبي يزرع الوردة ويزرع الفلفل وأنا أبيع. يقول: أبي يزرع الوردة ويزرع الفلفل وأنا أبيع الوردة وأبيع الفلفل. لنتهجى معا عزيزي التلميذ درس سالم مزارع ونكتبه على السطور: سالي سالم سالم، مو زا مزاري مزاريع مزارع. نكتبه بهذا الشكل: سالم مزارع. نردد معي عزيزي التلميذ: سالم مزارع. هذه هي الإع الآخرية غير متصلة ومع تنوين الضم. بو اس بوس، تا بستانو بستانو، سا لي سالم من سالم، تنوين الكسر. واسي واسيع واسعون، هذا هو شكل الحرف مع الحرف المتصل. حرف الاس متصل مع الاع، يتغير شكل الاع مع حرف الاس لانه متصل. الار من الحروف الغير متصله الغير ملتصقه، لا يلتصق، يتغير الحرف معها. واسعون بمعنى كبيرون. ب ردد معي عزيزي التلميذ: ب دي بديع بديع، ايضا متصل. يقو يقول يقول، نقطتان رئيسيتان. ا بي ابي، ي از يز، ر يزرع يزرع يزرع. هذه أسمعكم أعزائي التلاميذ، نعم رددوا معي: همزة واصل محلاها، نكتبها وما نقراها ونعبر من فوقها، نعبر إلى حرف ال ونقرأه: يزرع الوردة يزرع الوردة يزرع الوردة. لا أقرأ همزة الوصل وإنما أطفر إلى حرف ال. همزة واصل محلاها، نكتبها وما نقراها ونعبر من فوقها إلى حرف ال. الوير الوردة الوردة الوردة. و ي إز يز، ر يزرعوا يزرعوا، أيضا هذه همزة واصل محلاها، نكتبها وما نقراها ونعبر من فوقها إلى حرف ال. الفو الفل، فو الفلفولة الفلفولة، تقرأ ويزرع الفلفولة.
ردد معي عزيزي التلميذ. أنا أبيع هنا جاءت متصلة، الأع متصلة في نهاية الكلمة مع حرف الإي. همزة واصل محلاها، نكتبها وما نقراها ونعبر من فوقها إلى حرف ال. أبيع الوردة، الوردة. هنا حرف الأر ساكن، ليس لديه حركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، هذه هي حركة السكون. و أبيعوا، همزة واصل محلاها، نكتبها وما نقراها ونعبر من فوقها إلى حرف ال. الفلفلة. هذا هو درسنا اليوم عزيزي التلميذ، لا تنسى أن تراجع الكلمات الجديدة التي تحتوي على الحرف آخري متصل وآخري منفصل. كلمة مزارع، واسع، بديع، يزرع، أبيع، هذه هي تحتوي على حرف الإع المتصل والإع المنفصل. لدينا أيضا تدريب لهذا الدرس لنتهجى معا. كلمة تدريب، تدريب. تدريبنا لهذا اليوم كتبنا الكلمات باللون الأسود والحركات باللون الأحمر. لنتهجى معا بالحركات. منع من ثلاثة مقاطع حرف وحركة. منع. يمنع. أيضا لدي كلمة زرع، هنا الإع منفصلة وهنا متصلة. زرع. كلمة يز، الإز هنا ساكنة ليس لديها حركة، يز. ر يزرع. كلمة طباعة متكونة من ثلاث مقاطع حرف وحركة، حركات الفتحة ط ب طباعة طباعة. ي ط يط، الط هنا ساكنة ليس لديها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، وإنما ساكنة، هذه حركة السكون. يط ب يطبعوا، هنا الفتحة والكسرة مع هذه الكلمة. سميعة، ثلاث مقاطع مع الحركات س ومي وع، صارت عندنا كلمة سميعة. ي اس يس ما يسمعوا، كلمة متكونة من ثلاث مقاطع مع الحركات وحرف اس ساكن في وسط الكلمة. و ز وزع، وزع ثلاث مقاطع، وزع متكونة من ثلاث مقاطع، إذا ردنا نقطعها ثلاث مقاطع. وزع. كلمة يوزع. الكلمة الأخيرة طالع، أيضا إذا ردت أقطعها تكون لدي ثلاث مقاطع. طالع. ي ط يط، ل يطلع، عو يطلعوا. هذا هو تدريبنا لهذا اليوم، ولا تنسى عزيزي التلميذ أن تكون كلمات جديدة ومقاطع جديدة تربطها بالدروس السابقة، وتكون كلمات جديدة من حرف الإع. هذا هو حرف الإع الذي تعلمناه في هذا الدرس. أطلب منكم خمس كلمات تحتوي على الإع الآخر متصل والإع الآخر منفصل. وفي الدرس القادم سوف نتعرف على الإع الأولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.